معايا كوبايه من الفلفل الرومي الاخضر او الوان براحتك، بس انا هستخدم الفلفل الرومي الاخضر. معايا كوبايه من البصل، يعني بصلايه كبيره كده متقطعه صغير. 3 حبات من الطماطم متقطعه برده صغير، ملح وفلفل ورشه من جوز الطيب، ومعايا بهارات لحمه، معلقه صغيره من بهارات اللحمه او ممكن كمان بهارات فراخ او 7 بهارات، يعني دي كلها معلقه صغيره منها من اي حاجه فيهم بهار هيعمل طعم حلو جدا في الكبده، ومعلقه كبيره من الثوم المفروم وبس. خلاص الصلصه دي نجيب، حط كمان مكعب زبده مع الزيت كده اهو، هنزل بالبصل والفلفل الرومي الاخضر البصل والفلفل تمام اهو، دبلوا بقوا مية مية. عايزة اجيب بقى الكبدة وانزل كده بالكبدة، في واحدة اتزحلقت ولا حاجة؟ لا كده اهو، بقلب الكبدة مع الفلفل والبصل. نفس كده، لو تلاحظوا البصلاية اتكرملت سنة صغيرة، يعني دبلت ودخلت في لون يعني اصفر، يعني اكتر من الشفاف بشوية، وهو ده بقى كده تحفة. سيب الكبدة كده، نرجع لها تاني. سلام سلام على الريحة. عايزة بس كده الكبدة تتشوح كويس واللون بتاعها ده كله ايه يعني يبقى بني كده شوية عشان تبان انها استوت. ممكن اغطيها كده سنة زين. خلي بالكم ان الكبدة بحجمها انا مقطعتهاش كده تبقى احلى. نحط لها بقى ملح فلفل اسود نقلب، يا عيني على الريحة. ونحط بقى ايه بهارات، 7 بهارات او بهارات اللحمة او بهارات الفراخ مفيش مشكلة، رشة من الكمون، قلب. الله على الروايح. تمام، عايزه بقى اعمل لها ايه بقى؟ عايزه احط لها الثوم اول كده، نديله كده تقليبه معاها. الله الريحه، يا خبر ابيض. كده اهو ثوم، خلاص انا شميته. هقوم حاطه الطماطم، طماطميتين كده ولا حاجه، يعني زي ما تحبي، هتعمل طعم حلو جدا في اليخني كده. بس كده هغطيها بس واسيبها تقريبا 5 دقايق مثلا ولا 6 دقايق، علشان انا عايزه الكبده والطماطم كده تتهري شويه والحاجات كلها تدخل في بعض. الكبده بقى يا جماعه بصوا شكلها فظيع ازاي، والطماطم بقى دبلت ويعني مش معقوله تحفه. ما تخلوهاش تشرب الميه بتاعتها كلها، لان احنا عايزين شويه من الصوص، هو يعني ايه يخني الكبد لازم يبقى فيه صوص بقى. بصوا بقى يخني يجنن. ريحته يا جماعه فظيعه. عايز رز بشعريه عشان انا بحب الرز اللي بالشعريه والرز الابيض برضه، بس انا بحب الشعريه اكتر. الله، وانا مش عارفه ليه امسك الكبده كده اهو، ونرش عليها رشه كزبره
خضرة كده متقطعة صغير، نعمل لها برضو طعم ظريف. بس كده اهو، كبد فراخ يا جماعة عالمية، جربوها. والصوص كمان كده نشف شوية، ممكن تبقوا تكتروا الصوص شوية، تبقوا تحطوا ايه شوية كده من المية السخنة ولا حاجة، نحط بقى رشة من الكزبرة مفرومة. بس كده لذيذ لذيذ لذيذ. والمخبوزات بقى احنا محضرينها هنا برضو اهي، بصوا بعد ما استوت شكلها برضو لطيف جدا كده ايه